بتدخل لأم البيت عادي بعد ما رجعت من الشغل بالليل، بتقعد تنادي على ابنها جود وبيظهر فيه حاجة غريبة ما يردش، وبتشوف شبشبه جنب التلاجة، فتروح هناك ما تلاقيهوش ويخضها بسرعة، وبيرن جوزها عليها بيطمن على ابنه ويقول له راجل البيت، وتقول له الأم ده زيك بوشين، وانه هيضطر يقفل عشان شغله، وبيعيدها انها هتتعوض بس لما يجي عشان يقابل افضل اتنين في حياته. بتحط ابنها في السرير وتفق معاه ان لما ابوه يرجع هيعملوا فيه مقلب وتديله دبدوبه، ولكن يقول لها يا ماما انا كبرت خلاص على الكلام ده. فهي نايمه بالليل بتحس بصوت في الصاله وبتنادي على ابنها، ما تلاقيهوش في السرير، وهي نازله على السلم بيظهر حراميه متخفيين في البيت، وافتكرت ان جود ابنها هيخوفها تاني، لكن لما تشوفه تروح تايد النور لكنه بيحذرها، واول لما النور يشتغل يضربها الحراميه ويغمى عليها في ظل خوف من ابنها. الحادثه دي ما عدتش بالسهل على جود ولا امه، بحيث ان ابنها ما بقاش يتكلم من ساعه الحادثه، بيطلع غضبه كله في الرسم والكتابه للتعبير عن نفسه، حتى ما بيستجيبش للدكتوره بتاعته، وبيقعد يرسم وشوش الاشرار اللي ضربه امه، وبيكتب للدكتوره ان عايز يبقى لوحده وانها لازم تمشي، وتقول له امه وابوه ان 5 شهور بدون كلام مش مشكله كبيره، ولكن هيحتاج شغل كتير جدا عشان الصدمه. وهما بياكلوا بيكتب انه حتى عايز بطاطس. وقت النوم بيجي لامه صداع وبيقول لها جوزها ان ابنهم هيتحسن، ولكنه بيتكلم عن العلاقه بينهم لازم تتحسن هي كمان، انها ما بتخرجش من البيت وبيجي لها كوابيس ولا بتخليه يلمسها، فترفض ترد عليه ويقول لها طب ما تيجي نهرب من المدينه كلها لمكان هادئ وهو ممكن يشتغل في اي حته، وان دي فرصه لبدايه جديده. بيقول له هتفكر، وبيدخل جود يقول لهم انا انام معاك، وهي نايمه بيجي لها نفس الكوابيس ان الحراميه بيخنقوها وتترعب، ولكنه طلع جوزها بيحاول يفوقها بسبب صراخها بيخاف ابنها منها، وتقرر فعلا انها محتاجه تبعد عن المدينه لفتره عشان تهدى. بيوصلوا لبيتهم الجديد في الريف، وبيلاحظ جود راجل غريب ماسك مسدس. لما يدخلوا البيت بيلاقوه جميل، وبيروحوا يتمشوا في الغابه يلاقوا البيت الرئيسي طبعا اللي حصل فيه احداث الجزء الاول، فيقرروا يروحوا يكتشفوه، ولكنه بيسمع صوت غريب ينادي عليه، ولما يروح يتبعه يلاقي ايد دميه مدفونه بتقول له حررني، ويروح يحفر ويحرر الدميه ويشيلها، ويلاحظ ان عينيه غريبه اكنها حقيقيه. لما يجي الاب والام يدخلوا البيت ما يلاقوش ابنهم معاهم، فيجروا بسرعه يحاولوا يدوروا عليه، يلاقوه بيقابلهم شايل الدميه وانه لقاها في الغابه، وبيقرروا ياخدوه ينظفوه يحتفظ جود بيها كصديق ليه. وبتبدا الام تنظفه وتلاقي ورقه التعليمات بتاعته، ويفتحها جود ويستغربوا منها ولكنهم يتجاهلوها، وتحس الام ان الدميه دي ليها قصه واسرار. بعد ما خلصوا تنظيفها بيتحرك وشها، ولكن لما تبص الام بتتهيأ لها. لما تصحى تاني يوم تلاقي ابنها بيعزف جيتار والدميه لابسه بدله، ولما تقول له انت اللي لبستها له يقول لها لا، قرر انه هيسميه برامز وان هو اللي قال له كده. بيخرج بيه الغابه وبترشده الدميه لصندوق هدومها، تجري ام وراه لايتوه وتستغرب من اللي لقاه، وبيظهر عم جو وبيقول لها انه حارس الغابه، فتقول له اكيد الدميه بتاعتك لو عايز اخدها، ويقول لها لا ممكن ابنك يحتفظ بيها الا لو كان عايز يحطها في المكان اللي لقاها فيها اللي هو كانت مدفونه في الغابه. وبيوصلهم جو البيت ويقول لهم لو عوزتوا اي حاجه قولوا لي. تحكي الام للاب على اللي لقاه جود في الغابه، وان ليه هدوم الدميه محطوطه في كفن، وكمان ليه الدميه اصلا كانت مدفونه في الغابه. بيقول لها الاب يعني انت عايزه ايه؟ تقول له انهم لازم ياخدوا الدميه من جود لانها مرعبه. بيقول لها على فكره المشكله مش في الدميه، المشكله فيها، استخدم اهتمامها بجود عشان ما تحكيلوش اللي حصل معاها. فتقول له ده انا كنت هموت في عمليه سطوه على البيت عشان احمي ابنك، تسيبه وتمشي. يروحوا الباب جود يلاقوه اخيرا بيتكلم، فيقرروا يدخلوا يشوفوا بيتكلم مع مين، وطلع مع برامز الدميه، لكن لما يسالوه ما يتكلمش، ويكتب لهم انهم كانوا بيتكلموا عن الكلب بتاع جو حارس الغابة. ان الدميه برامز ما بيحبوش، يسيبوه ويمشوا، ويقرروا يحتفظوا بالدميه حتى لو هي مخيفه عشان هي الوسيله الوحيده اللي هتخلي اخيرا ابنهم يتكلم. يصحوا الصبح بيفطروا، تلاقي الام ابنها كاتب تعليمات وتقعد تقراها، تلاقي انه لازم يكون جود مع برامز للابد. ما تروح الام عشان تلم الهدوم تلاقي دبدوب جود تحت المخده، فتلاقيه متقطع. تروح تسال جود هو ليه عمل كده، يقول لها ده برامز مش هو، قرروا عاقبوه على كذبه، ولما ياخدوا الدميه منه يضربوا على عنف، وفجاه بيتحرك تاني وش الدميه يشغل التلفزيون فجاه، وتروح الام تدور على الريموت تلاقيه جنب برامز، تروح تتهم ابنها وتقول له خرجت بره الاوضه ليه، تقول لها انه ما عملش كده، تفتكر انه بيكذب، فتعاقبه يقعد في الاوضه طول اليوم. فجاه بتتحرك عين الدميه، ولما تبص الام عليها ما تلاقيهاش، فتروح اوضه جود تلاقي الدميه هناك ومغيره هدومها، وكمان جود مش موجود. ويجي لها الاب معاه جود عشان يعتذر عن اللي عمله بالدميه، وكمان برامز اسف على كده. بيكلمه تاني يوم الدكتوره بتاعت جود عن الدميه، فتقول ان الدميه بتخليه يحس بالامان، وده الحل الوحيد عشان يتجاوز الصدمه بتاعته، وان ايه اللي هيحصل لو تخلصوا من الدميه، وان اهم حاجه في الفتره دي انهم ما يخلوهوش يفقد الشعور بالامان. وجود بيلعب في الحديقه، بيدخل جو حارس الغابه ويقول ان كلبه مفقود، ولكن الام تقول له ما شافوهوش، تاخد ابنها وبتطلع البيت، وبيشك جو حارس الغابه مش في جود، لا ده في الدميه، شكله عارف حاجه. الام ما بتعرفش تنام بالليل، فتروح اوضه جود تطمن عليه، وتبص على الدميه برامز وتاخدها وتحاول تعرف عينيها الغريبه، وتدور في ايده ورجله على رمز الدميه عشان تعرف اثاره، تلاقي رجله وتلاقي الرمز في رجله.
بيدخل الاب وبيشوف ليه الام بتصرخ ولكن ما تردش عليه وتروح تكتب رقم الدميه بسرعه عشان تعرف اسرارها، ولكن للاسف ملهاش نتائج. بتفتكر انها ممكن ما تكونش دميه اصلا، وتروح على اوضه جودو وتفتح كشكول الرسم وتلاقيه راسم كلب ميت جنب شجره. بتفتكر انه ليه علاقه بكلب جو حارس الغابه الضايع، وكمان صوره ليها ولابوه مقتولين بسكينه. بيدخل جود عليها فجاه ولابس بدله وتسيبه وتقول له العشاء، وبيلاحظ انها شافت رسماته فبيقطعها، وهما بياكلوا فبيسال عن طبق برمز وتقول له لا احنا الثلاثه بس، هيتضايق. وتقول الام ان اخوها هيجي بكره يقعد معاهم، ولكن يرفض جود لان قاعده اساسيه لبرمز ممنوع الضيوف، فيقولوا انهم بس هما اللي بيحطوا القواعد هنا، فبيرفض ياكل وبيسيبوه وبيمشوا. فجاه بتسمع الام صوت جامد فبتروح بسرعه تبص على ابنها، فتلاقي الترابيزه والكراسي واقعين ما عدا كرسي الدميه برمز. وجود كتب لها المفروض ما تضايقش برمز، توري الام كشكول الرسم بتاع جود لابوه، رسمات القتل للكلب وليهم، ولكن لما يفتح الاب الكشكول ما يلاقيش اي رسمه قتل، وان الاب بعد كده بيشك فيها هي، يمكن تكون هي اللي قلبت الترابيزه لان مستحيل جود يعمل كده، وكمان هي الوحيده اللي كانت معاهم. تقول لجوزها انهم لازم يخرجوا الدميه دي بره البيت. وجو ماشي في الغابه بيدور على كلبه واخيرا بيلاقيه، ولكنه مقتول زي ما كان مرسوم بالضبط في كشكول جود. بيصحوا الصبح عشان يتخلصوا من الدميه برمز، بيدخلوا اوضه جو ما يلاقوهوش، وانه هرب من الشباك وساب لهم رساله انكم كان لازم تتبعوا القوانين لا ضيوف. بيروحوا يدوروا عليه في الغابه ويفتروا. تدخل الام البيت الاساسي وتطلع فوق تلاقي الدميه وتنادي على ابنها، وتلاقي حد خارج باقناع وكان ابنها، وبيقلع وبيعتذر ليها وانهم كانوا بس بيلعبوا. وتلاقي الباب بيتفتح ودخل الاب ومعاه جو حارس الغابه، وان ابنهم خلاص رجع يتكلم، وبيقعد جو بيحكي لهم عن سر البيت، وان عيله كانت عايشه فيه زمان وطفلهم كان مجنون قتل بنت صغيره وولع في وشه، وفضل لابس قناع عشان يخفي حروقه، وفضل 30 سنه في البيت ما بيخرجش، وابوه وامه انتحروا، وكمان حالته بعدهم ساءت انه قتل راجل وكان هيقتل اتنين قبل ما ينتحر هو، وان العيله بتاعته كلها مدفونه ميته دلوقتي، واسمه كان برامز زي الدميه اللي معاهم. ولما يسالوه عن كلبه يقول لهم ان هو لقاه موجود في الغابه بس للاسف مقتول. الصبح بيحضر جود والدميه برامز جلسه قدام الدكتوره، تعجب ببرامز الدميه. هما بيتكلموا مع بعض على ايه، فيقول لها جود كل حاجه زي انه عايز يعيش معاهم للابد، وانه كان غضبان لما عرف ان ابوه وامه هياخدوه بعيد عنه لدرجه انه ممكن ياذي حد. بتقول الدكتوره للاب والام ان حاله جو بقت صعبه، وانه بيستخدم الدميه تبرير لمشاكل هيعملها او عملها، وانهم لازم يجيبوه ليها في اسرع وقت. فيقولوا لها انهم عندهم بعض الضيوف وهيجوا لها بعد ما يوصلوا الضيوف دول. بيوصل العم وعيلته وبيدخلوا البيت وبيلاقوا جود والدميه مطقمين مع بعض، الاطفال هيخرجوا يلعبوا بره البيت وهم هيحصلوهم. ولكن بتعرض ام جود تخرج معاهم، ولكن مرات اخوها بتقول لها لا مش لازم. هم بيلعبوا في الحديقه، بيتهم ابن عمه ان جود مجنون عشان بيتكلم مع دميه، وكمان دميته اجنن منه. بيهددوا جود يقول له لو ما بطلتش اخليك تندم على اليوم اللي انت اتولدت فيه. وبتتحرك وش الدميه برامز وبيكعب ابن عمه وبيقع على خشبه ويودوه المستشفى. اما تروح الام بتكلم مع ابنها جود ان الدميه، بيقول لها جود ان الدميه برامز مش هتسيبه يمشي، هو عايزه يعيش معاه للابد في البيت الكبير، ولو ما عملش كده هيقتله هو وابوه وامه، انه خلاص ما بقاش عارف يتحكم فيه بل هو اللي بيتحكم فيه دلوقتي. كل يوم قوته بتزيد منه الام، وتقول له محدش هياخده، محدش هيأذيه هو ولا ابوه ولا امه. وتروح تبحث عن رقم الدميه، ولكن المره دي تعكس الرقم وتلاقي تفاصيل عن الدميه، انها اتهمت في جرائم قتل وتناقلت بين الكثير من العائلات، والاب في المستشفى عشان الطفل المصاب. يقابل واحد غريب يقول له انت ازاي عايش هناك، انا مش ممكن اعمل كده حتى لو دفعوا لي فلوس. وتلاحظ الام ان الدميه كانوا دايما بيلاقوها في مواقع قتل، لا كمان كل عيله بتعيش هناك بتموت او بتتجنن. وبتقول للاطفال ان الدميه بتتكلم معاهم، وان اخر واحد اشترى البيت اختفى وشافه مره في الكازينو واسمه جو المجنون الكبير. فبيكتشف الاب ان الراجل ده قصده على جو حارس الغابه، فبيجري بسرعه يروح يلحق مراته وابنه. وبتروح له الام ويقول لها جو ان هنا عشان برامز عايزه هنا، انه ما كانش ناوي على عنف ولكنهم هما اللي كسروا القواعد واجبروه كده. فتقول له انها عايزه تعرف مكان ابنها وتعمل اي حاجه هو عايزها، فيزعلها ويقول لها بطلي كلام واسمعي شويه، وانه لقى برامز مكسور وحس انه بينادي عليه، فخدوا جو وصلحوا. بيقول لها ان ابنها في البيت الكبير مع برامز، وتستغل الام الشمع وتحدفه على جو وتضربه بالمسدس، وتجري بسرعه تدور على ابنها وتلاقيه لابس القناع وشايل الدميه، فتاخد الدميه منه وتلف تلاقي جود ماسك المسدس وعايز يقتلها، وانه ما عندوش خيار تاني. ولكن بيظهر الاب وخلاص جو هيضرب، بيتدخل الاب وبيكسر راس الدميه، وبيتحرر جود من سيطره الدميه برامز. وبيدخل جو حارس الغابه متضايق ويقول لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده هينتقم مني انا بوشه الغريب. ولكن بيتدخل جود وياخد الدميه برامز ويرميها في النار، وبترجع لحال طبيعتها في العيله كلها، بيقعدوا ياكلوا ويفرحوا، وكمان الاب هيعيش معاهم وهيفضلهم على الشغل مهما كان. وبتنيم الام جود وتمشي، ولكن يصحى فجاه ومعاه قناع برامز، ومبروك برامز بقى ليه وريث اسمه جود، وان الدميه مش ثابته دي فكره والفكره لا تموت. بس كده يا جماعه، ده ملخص الفيلم. ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك وسبسكرايب.